بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أحمد جنبي من الجزائر. يعتبر التطرف عن سوء التوافق الاجتماعي وانحراف المعايير والقيم عن مستواها الطبيعي، والتطرف علامة سوداء تعيق الارتقاء والتحليل في السماء، والتطرف الدموي لأنه يحلل الدماء ويقتل الأبرياء ويعادي الحكام واتهام العقلاء. ولا حل للتطرف إلا به إعطاء مفهوم عميق وموحد للتطرف، فلا لون ولا شكل ولا دين للتطرف، فلا للمسلم ولا المسيحي ولا اليهودي تطرف. نعمم القيم كدستور عالمي يحكم العلاقات الإنسانية بين الشعوب، والصلاة والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.